وبأولى فقراتنا نيرمين دائما التأمل، كنا عم نحكي عن التأمل والهدوء والسكينة. اليوم صار في قصص كتير لنقدر نوصل لموضوع التأمل والسكينة. اليوغا هي ثقافة بمجتمعنا، ولكن للأسف ما كتير معممة، دائما في تهميش ببعض الجوانب فيها، دائما ما في ثقافة عند الأطفال إن كان أو عند الكبار. في رياضات تانية أخذ حقها أكثر. صحيح رشو، مع انه نحن كثير بنسمع عن فوائد اليوغا قديش هي مفيده للصحه، مو بس يعني الراحه النفسيه، ايضا يعني في للصحه للبشره لكل شيء، لخفض الوزن احيانا في ناس يعني بيتابعوا فيها، والى كثير انواع. ولكن مثل ما قلتي بالبدايه انه بسوريا ما كثير يمكن معممه، بس اليوم الصبايا حبوا هي تبعت تخفيض الوزن، لذلك اليوم رح يكون نركز على هي القصه مع ضيفتنا اكيد لليوم الكوتش غدير بغاجاتي، وهي مدربه يوغا دوليه. ويسعد صباحك. كيف صباح اليوم؟ هلا قلبي شوفك اول شيء دغري بدي ارتاحي اول شيء من دون ما تسمعي ولا نقاش يعني. متشكرك. يسعد صباحك. عند ستايل هيك هادئ. يسعد صباحك. صباح النور. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. خلينا هيك بالبدايه، نحن بنعرف بس بالاسم اليوغا، ولكن خلينا نتعرف اكثر على هي الرياضه، على شو بتركز، كيف ممكن نحن نمارسها؟ هلا المفاتيح الثلاثه اللي لفتوني نظري وقت بلشت وقت جيت اليوم، انه رشا شوي متاخره وشوي هكتك، مزعوجه انه متوتره شوي، لاني جينا حكيتوا على بالتقرير، حكوا عن بذر اليقطين والراحه النفسيه، وحكوا كمان عن الاسترخاء والتعب واهميه الرياضه بانه الانسان هيك تعمل له ترميم عام بحياته وضرورته. نفس الشيء اليوغا ما بدنا ناخذها ككلمه غريبه، هي كلمه سنسكريتيه بتعني الاتحاد. لكن ما مستورده من وين؟ من الهند، يعني منشاها الهند من ايمتى؟ من الاف السنين كثير كثيره، يعني الناس بيقولوا 2500 من الوقت اللي بلشت تنكتب نصوص اليوغا، وناس بيقولوا من 5000. درست اليوغا بالهند، قالوا لنا من هي قديمه قدم وجود الانسان. درستي بالهند؟ ايوه. شو خطر لك اليوم انت تروحي لدراسه اليوغا بالهند؟ يعني واحد بيتغرب بيسافر كرمال اختصاصات مثلا معروفه، ولكن اليوم انت مختاره اختصاص عن جد غريب. هلا مو دراسه عميقه مشان ما نكون نخدعكم، يعني هي ثقافة. هي شهر دوره صقل مدرب، جتنا هدية من السفارة الهندية عن طريق وزارة الأيوش، قدمت لنا نحن مدربين يوغا حول العالم لنطلع مثل نسقي المهارات لمدة شهر بال 2016. فهونيك عطونا، أخذنا مثل من المنبع، زبطنا المعلومات اللي نحن اوريدي كنا أخذينا. أنا كنت دارسة بالشام ودارسة بلبنان شوي عن اليوغا. سألتوني عن اليوغا ككلمة، هي رياضة ممكن تتخذ فلسفة حياة، نظام حياة، هي ما بس رياضة، لأنه الرياضة هي تتعلق بالجسد، هيك بنتعلم نحن وهيك عرفناها، أنه الرياضة هي عملية فيزيائية للجسدية، لكن اليوغا هي ذات ثلاثة أعمدة مثل ما بيقولوا، عنا بتعتمد على الجسد والفكر والروح. هل الوجود الثلاثي لنا كبشر نحن بحاجة نعتني فيهم هالثلاثة، واليوغا بتقدم هي الرعاية لها ثلاث جهات. طبعا عم نحكي اليوم عن أنواع متعددة لليوغا، ولا يعني كل نوع بده مساحة كتير واسعة. خلينا هيك ست أنواع هنون بداية تقريبا. أهلا كتير غير الهذا يوغا. بالمناسبة اليوغا كتير كتار، أنا كنت مفكرتهم مثل ما درسناهم بالكتاب مثلا 4 5، لا طلع كتير كتار، لأنه هي علم وثقافة مثل ما حكينا وفلسفة عصور يعني آلاف السنين، فبالتالي فيها كتير حكماء مروا بهالزمن، كل حكيم أخذ اتجاه. ليش في تنوع؟ بدنا نسأل هالسؤال، ليش في تنوع لليوغا ما في تنوع للبشر؟ ما هيك؟ في كتير ناس بتميل للرياضيات، في ناس بتميل للأدبيات، وهيك اليوغا. اليوغا مثلا في عنا جنانة يوغا، أحد أنواع اليوغا هي بتهتم بالفكر والعقل والتساؤلات العلمية، كيف الإنسان بيهتم بوجوده، بيتساءل عن نفسه، عن وجوده، عن تعامله مع الآخرين، شو بيأذيه، شو بيفيده، شو بيأذي الآخرين، شو بيفيدهم، هذا كله بيدخل بباب جنانة يوغا. في عنا الباكتي يوغا، باكتي يوغا هي يوغا المحبة، يوغا الوجد، يوغا العشق، للإنسان بيكون هيك بحالة دائما صفاء روحي،
سعادة، استرخاء، سرور، انسجام مع نفسه مع الآخرين، دايما في حالة هيك تدفق مع الطبيعة مع الوجود. في عنا كتير أنواع، ومن ضمنها مثل ما حكيتي الهاثا يوغا اللي تركز على الجانب الجسدي، على الجانب تدفق الطاقي بالجسد. اليوغا بتحكي إنه مو بس جسدنا الفيزيائي، عنا نحن عنا جسد لا مادي، جسد طاقي. هذا الجسد الطاقي فيه له مسالك طاقية، نحن بنشتغل بالهاثا يوغا على تدفق الطاقة لترجع تتدفق بشكل متوازن بجسدنا اللامادي، من أجل توازننا مع جسدنا المادي. حاسه اني كاني عم حيركم شوي. لا حكي كثير واضح. لا تم، لا واضح اكيد، بس طالما انت ذكرتي انه في كثير انواع ومدارس، ونحن بنعرف انه اليوغا كثير بدها ثقافه لحتى تقدري تفهمي كل مدرسه شو هي بالضبط، ولكن دائما بيكون في مثلا شيء مميز، شيء اكثر معتمد بين الناس بانواع اليوغا. هلا مثل ما حكينا، المهم المبادره. الخطوه الاولى، انا بدي أثارت فضولي هالقصة، خلينا نفوت نتعلم تمرين جسدي واحد، تمرين تنفسي واحد، تقنية تأمل واحدة نلتزم فيها أسبوع. 99% من اليوغا هي ممارسة عملية، 1% فقط هي النظري. نقعد بنحكي من هلا للصبح وبتقري، خلينا نطبق شيء. هي نحن اللي بنحكي مثلا عم شوف الصور يلي عم تطلع على الشاشه، لما بلش بنفوت بحاله اليوغا كانه شخص عم يكون لابس لباس مريح جدا، اغلب ما بيكون رياضي، عم يكون بالطبيعه، عم بيكون على الارض، يعني عم يحاول هيك بنحسه انه عم يستحضر حاله معينه. خلينا هيك نعطي شخص حابب يبلش يطبق اليوغا. ذكرتي واحد مثلا ممكن يتعلم تمرين للتنفس، تمرين معين، خلينا مثلا نعطي امثله عنه عمليه أمثلة. كيف فينا نبلش فيه؟ كثير حلو، كثير حلو، بتشكرك على هالسؤال الجميل. نجي لليوغا التنفس بكل بساطه، كلياتنا بنقول هلا صارت عندنا درجه بالمناسبه، ماني فاضيه اتنفس، مشغوله كثير، معجوقه كثير، ماني فاضيه اتنفس، صحيح؟ كلياتنا عم نقولها، خلينا نفضل نتنفس. بس نفضل نتنفس شو يعني؟ يعني نتذكر، تتذكري الطفل الصغير بتخته؟ إذا كان عندكم أطفال أو شفتوا أولاد إخواتكم كيف بينتفخ بطنه، بيطلع وبينزل هو وبالتخت؟ نفس الشيء نحن، هيك كنا كلياتنا، إجا ضغط الحياة وهالرتم العالي والسريع، صرنا نتنفس بجزء الأعلى من رئتينا، تنفس سطحي وقصير يا دوب. صحيح صحيح؟ بينما نحن ما عم نفعل بهذا النوع من التنفس كل الفصوص الرئوية، نحن بدنا نرجع نفعلهم. كيف؟ انه نرجع نتنفس التنفس البطني السليم. التنفس البطني مو يعني انه نفس الهواء نزل على البطن، لا، معناتها نحن املأنا الرئتين بكامل امكانياتهم، وبالتالي دفعنا الحجاب الحاجز للاسفل لتضخمت الرئتين، اخذت حجمها الكامل، وبالتالي دفش الحجاب الحاجز الاحشاء للخارج، ظهر البطن. وهيك نحن فكرنا حالنا انه تنفسنا بطني، هو لا، هو بضله صدري دائما. نرجع خلينا نجرب مع بعض، اذا بتريدوا طالما تحمست، حط ايدنا على البطن، نفرد هيك رجلينا شوي، اوكي، نحاول عمودنا الفقري يكون مستقيم، ايد اليمين على البطون، خذ الكاميرا بس هيك وسام. نتنفس شهيق، نحس ببطننا عم يطلع لبرا. شفتوا انتوا التنتين صدركم وين طلع؟ طلع الصدر لبرا، ما طلع البطن، عملوا زفير نزل، هذا الخطا. شوفوني انا، ناخذ شهيق زفير، نفس من البطن فبس زفير. هي التمرين عم تعطينا اياه، بيعطونا اياه للصوت حتى انه اكيد، بس ما بنعرف لهلا صبطت معي انا، كل المهارات كل الاعمال كل المهن يلي بتحتاج الصوت هي بحاجه لهذا النوع من التدريب. التنفس اللي مذيعين، مغنين، مؤدين، اصلا هذا اهم تمرين بالنسبه للمذيعين او كان للمغنيين، اكيد ليقدروا يحكوا بشكل كامل. صحيح، نحن ليش منعصب بحياتنا اليوميه؟ يمكن انتم تدربتوا تستخدموا هذا النفس انتم هون بس بالمنصه العمل، تروحوا بتفوتوا على حياتكم اليوميه نتيجه عدم الوعي بجوز تنسوا، ومشان هيك منعصب. انا هلا مثلا جيت الصبح كان ممكن كثير اتاخر، بتعرفوا لاني ضعت على الطريق،
قررت اني استكشف طريق جديد توقعته انه اقصر من الطريق اللي بيجي فيه عادة، قام طلع اطول وطلعت لقيت حالي بطريق كتير غريب. انا قبل اليوغا كنت ممكن اتوتر، ارجف، اعرق، ضوج، ما بعرف شو اتصرف، ولا كأنه صار شيء. اخذت يميني، شغلت فلاشري، لقيت تاكسي واقف، ناديت له، نزلت لعنده، قلت له عفوا انا رايحه على الاخباريه هون ممكن دلني دلني. اشتغلت السياره، مشيت، اتصلت بحلا، قلت لها انا شوي هيك ظرفي، ولا الحقيقه ما قدرت احكي معها، طلع تليفونها مشغول عم تحاول تحكي معها. المهم نرجع لحديثنا. كنت متوترة اكيد، حرام ضيفة اليوم حرام موجود معك، انه انا بس وصلت الحمد لله على الوقت المناسب، لا توترت لا عصبت. وشو بدنا نساوي؟ هذا اللي عم نحكي نحن، عفوا كوتش، يعني لما انت عم تحكي التواصل الروحي، يعني نحن باليوغا عم يساعدنا نحن نتواصل مع داخلنا، نسمع عليك صوت حالنا اكثر، وهذا الشيء مو بس بجلسه اليوغا عم يغير بسلوكنا، يمكن بسلوكنا وبفكرنا. ليه؟ لانه العقل والجسد منظومه واحده. هدئ العقل يهدأ الجسد، هدئ النفس يهدأ الفكر، الفكر والنفس كمان بيقولوا لك الفكر مثل طيارة الورق بتضلها بتطير، مين بيرجعها؟ هو النفس. صحيح. كل ما بتحسي انه فكرك راح رجعي تنفسي تبع، حتى لو غلط، حتى لو بالبدايه ما زبط، هلا لنزبطه ومنزبطه نحن وبالتخت قبل النوم. قبل النوم وقت ما في بالليل احيانا وفاقسه النومه، ما تعملي شيء، بس تسطحي بنستختك هيك وافتحي ايديكي وارتاحي وراقبي بطنك، ركزي على البطن، ذكري اذا تنفسي 10 مرات على ضمانتي. انت بكل الساده المستمعين بترجعوا للنوم بكل بساطه. انا من الاشخاص اللي بيفيقوا مثلا بالليل وما بقى بقدر امان. شفتي بتعملي؟ والله بس هيك بقى بس بنراقب فكرنا. هذا خطا، هذا كثير خطا كبير. شيك عليه. بنرجع نتذكر حالنا، شو اللي فيقنا؟ حن على حالنا، نروق على حالنا، تخيل حالنا بيبي صغير، شو بده؟ شو كان بده وقت بكي بالليل؟ بده حضن الماما، مو هيك؟ بده بس هيك شوية دفء. احنا نفس الشيء، فكرنا بدوج، عنا ضغط كتير كبير، الحياة كتير صارت ضاغطة، وهون بيجي مهمة الأساسية لتقنيات اليوغا من أجل التحكم بتدفق الطاقة، لأنه نحن عنا طاقة بالجسد. هاي الطاقة بدها تعبر عن ذاتها بأي شكل، بتتحرك من فكرة، فكرة صغيرة تك تجي، يا بتوصلنا بتقول لك كنت قاعدة وشعل النار بداخلي، طب طفيها تطفي عادي، بس كيف؟ بالنفس، بكل هدوء. خلينا نروح شوي لفعالياتكم، شو عم تشتغلوا؟ كان عندكم شيء بالمركز الثقافي بأبو رمانة، خبرينا عن الفعاليات أكثر ضمن المركز، وكيف كان الحضور اليوم؟ كثير نحن بيهمنا هي الثقافة تكون معممة ويكون جمهورها موجود على المسرح. كثير لإضاءتكم على فعاليتنا الهامة اللي صارت بمركز الثقافي العربي، شكر كتير كبير للمدام رباب مديرة المركز الثقافي العربي بأبو رمانة. صبح عليها مدام رباب، دائما هي الحاضنة الحنون لنشاطات اليوغا ولفعالياتها، ودائما عندي الأوكي دائم منها. حضر معنا مستر موهان جوشي، هو القنصل الأول من السفارة الهندية، نحن عنا كمان نوجه له تحية. كمان هو نحن عنا دعم كتير كبير من السفارة الهندية، كونها هي الراعية، أحد الرعاة خلينا نقول لرياضة اليوغا بسوريا، لأنه الحمد لله سوريا حتى الحكومة السورية هي الحكومة الوحيدة اللي بتدعم رياضة اليوغا بالمناسبة بالعالم كرياضة مهمة وأساسية، واحدة من رياضات الاتحاد الرياضي مثلا. خلينا نرجع للبرنامج تبعنا، كان برنامجنا نحن عائلة اليوغا، مجموعة من المدربين اللي قادمين من الهند، عملنا هيك شكلنا كتلة صغيرة لحتى ننشر هدفها نشر اليوغا. سوريين؟ سوريين كلنا، كلنا رفقات سوا، كنا سوا بالهند. حبينا نعمل هيك مثل لبنة صغيرة لحتى نكون من خلالها ننطلق لنشر اليوغا كثقافة وفلسفة ورياضة بنفس الوقت. بالفعالية كانت بلشنا بأنه نحن حكينا عن اليوغا، عرفنا اليوغا، أخذنا طبعاً كل حدا من بيناتنا أخذ جزء، أكيد في صور عم تطلع هلا على الشاشة، مرقت صور، حطيت شوية صور مع المجموعة اللي حضرتها. أخذنا كل حدا عرف عن شيء،
أنا مثلاً عرفت عن اليوغا وعرفت عنا كفريق، حكيت عن البرانياما اللي هي هي النفس، هي اللي حكينا عليها تمارين التنفس، وحكيت عن البراتياهارا فصل الحواس، وحكيت عن شوي قدمت عن أنواع اليوغا. انتقلنا مثلاً مع الأخ الأستاذ عفيف عبود، حكينا كمان عن أذرع اليوغا وكثير مراحل ضرورية من اليوغا لحتى ندخل بهذا العالم. كنا نحن مجموعة كبيرة وكان كثير التفاعل حلو وغني، وكنا كثير مبسوطين مثل ما بيقولوا حلوين جننوا مثل ما نحن اليوم كنا مبسوطين بحضرتك اليوم. قديش بحاجة لموضوع اليوغا بحياتنا، لأنه أول نصيحة لما يكون حدا متضايق خذ نفس أو ارتاح، وهي أكيد. أساسيات أكيد. اليوغا أكيد لنا لقاءات قادمة، كنا سعيدين بوجودك معنا الكوتش غدير. بتشكرك كثير. مهم أذكر بس أنه اليوغا لكل الأعمار ولكل الحالات الصحية. ما حدا يقول ظهري بيوجعني ما بقدر أعمل يوغا، حدا يقول لي أنا بعصب أنا مشغول فما بقدر أعمل يوغا، بالعكس أنتوا اللي بحاجة لليوغا. شكرا كوتش غدير لوجودك اليوم معنا، ومثل ما قلتي اليوم كتير مهم نعممها بالمدارس الابتدائية، خليها تكون درس بالأسبوع مرة واحدة يعني، في محاولات جادة بمناسبة تصير عادة يعني القصة. شكرا، بسطنا بوجودك لليوم. أهلا وسهلا فيك. شكركم.